صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. Hope you are well and having a wonderful day wherever you are. This is our verb 54 and our verb for today is قابل. قابل, which means to meet. Let's have a look at the past tense. أنا قابلت, أنت قابلت, أنتي قابلتي, نحن قابلنا, أنتو قابلتو, هو قابل, هي قابلت, هن قابلوا. I'll give them another read. أنا قابلت, أنت قابلت, أنت قابلت, أنتي قابلتي, نحن قابلنا, أنتو قابلتو, هو قابل, هي قابلت, هن قابلوا. Just a little reminder that I write أنتم and هن, how it's written, how it's correctly written in modern and Arabic, but I always try to pronounce them as we do in a dialect, just to pay attention to that. Now, let's have a look at the present tense. أنا بقابل, أنت بتقابل, أنتي بتقابلي, نحن بنقابل, أنتو بتقابلوا, هو بيقابل, هي بتقابل, هن بيقابلوا. Again, the glottal stop here or the qaf, you could pronounce it qaf, so you could do either way, and there isn't a percentage of 75 people versus 25. It's just up to you. I'll give another read with the letter qaf. أنا بقابل, أنت بتقابل, أنتي بتقابلي, نحن بنقابل, أنتو بتقابلوا, هو بيقابل, هي بتقابل, هن بيقابلوا. The future tense. رح قابل, رح تقابل, انتي رح تقابلي, نحن رح نقابل, انتو رح تقابلوا, هو رح يقابل, هي رح تقابل, هن رح يقابلوا. أنا رح قابل, انت رح تقابل. مقابل. مقابل is the passive. مقابل. مقابلة, 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 and it means the interview. قابل, قابلي, قابلوا, قابل, قابلي, قابلوا. مقابل, مقابلة, مقابلين, مقابل, مقابلة, مقابلين. A number of sentences for you. أنا قابلت رفيقي سليمان لما درسنا بالجامعة. أنا قابلت رفيقي سليمان لما درسنا بالجامعة. أنا قابلت, I met, رفيقي سليمان, my friend سليمان, لما درسنا, when we studied, لما درسنا, when we studied, بالجامعة, at the university. أنا رايح قابل البنا الجديد اليوم على 11. أنا رايح قابل البنا الجديد اليوم على 11. أنا رايح قابل, I'm going to meet, البنا, the builder, الجديد, the new, اليوم, today, على 11, at 11. للأسف, للأسف المقابلة التغت. للأسف المقابلة التغت. للأسف, sadly, المقابلة التغت, the interview was cancelled. المقابلة الشهر الجاي الظهريات, فيك توصلني؟ المقابلة الشهر الجاي الظهريات, فيك توصلني؟ المقابلة الشهر الجاي الظهريات, the interview is the next month in the afternoon. فيك, can you توصلني, to drive me? فيك توصلني, can you drive me? المقابلة الشهر الجاي الظهريات, فيك توصلني؟ سارة تعرفت على جوزها بحفلة زفاف ياسمين وأحمد وقابلته هونيك أول مرة. سارة تعرفت على جوزها بحفلة زفاف ياسمين وأحمد وقابلته هونيك أول مرة. سارة تعرفت على جوزها, Sarah met her husband, got to know her husband. بحفلة زفاف wedding party. حفلة زفاف wedding party. ياسمين ياسمين وأحمد and أحمد. وقابلته and she met him. وقابلته and she met him. هونيك there. أول مرة the first time. Let's have a look at the present continuous. أنا عم قابل. أنت عم تقابل. أنتي عم تقابلي. نحنا عم نقابل. أنتو عم تقابلوا. هو عم يقابل. هي عم تقابل. هن عم يقابلوا. The near future going to form. أنا رايح أقابل. I'm going to meet. أنت رايح تقابل. أنتي رايحة تقابلي. نحنا رايحين نقابل. أنتو رايحين تقابلوا. هو رايح يقابل. هي رايحة تقابل. هن رايحين يقابلوا. The same examples, I'll give them another read. أنا قابلت رفيقي سليمان لما درسنا بالجامعة. أنا رايح قابل البنا الجديد اليوم على 11. للأسف المقابلة التغت. المقابلة الشهر الجاي الظهريات، فيك توصلني؟ سارة تعرفت على جوزها بحفلة زفاف ياسمين وأحمد، وقابلته هونيك أول مرة. أنا قابلت رفيقي سليمان لما درسنا بالجامعة. أنا رايح قابل البنا الجديد اليوم على 11. للأسف المقابلة التغت. المقابلة الشهر الجاي الظهريات، فيك توصلني؟ سارة تعرفت على جوزها بحفلة زفاف ياسمين وأحمد، وقابلته هونيك أول مرة. Great, and with that, I'll end today's tutorial. Thank you very much for watching. Hope you enjoyed it and found it helpful. Till next time, stay safe. مع السلامة.